بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله النهاردة الدرس رقم 32 من كورس أساسيات لارافيل. إن شاء الله في الدرس النهاردة هنحاول إن احنا نعمل أول موديل لينا ونربطه بالتابل في الداتابيس. عايز أقول لك إن في قواعد معينة كده حاول تلتزم بيها من بداية ما تتعامل مع الإليكوينت. أول جزئية عشان تنشئ موديل لازم اسم الموديل يكون مفرد. يعني أنا على سبيل المثال عايز أعمل مثلا هيكون عندي في الداتابيز مثلا مستخدمين، المستخدمين دولت يوزرز صح؟ طيب المفروض إن الموديل بتاعهم يكون اسمه يوزر والتيبل في الداتابيز اسمه يوزرز. طيب باشمهندس نعم دي قواعد لو انا ما عملتهاش مش هينفع اشتغل بيها؟ اقول لك لا ينفع تشتغل بيها عادي جدا، ولكن دي حاجه اسمها الكونفنشن نيم لازم تلتزم بيها عشان يكون شغلك ستاندر كده ويكون شغلك سليم ومظبوط. لكن هي مش شرط من الشروط ان انت لو ما التزمتش بالكلام ده هيحصل مشكله. بمعنى انا النهارده عملت الموديل اسمه يوزرز ورحت عامل في الداتابيز الجدول اسمه يوزرز، هيشتغل معايا يا باشمهندس؟ اقول لك هيضرب معاك كونفليكت، ولكن في شويه تظبيطات هعرفها لك في الدرس الجاي عشان لو اختلفت الامور معاك، ولكن خليك ماشي في السيف سايد ومشي نفسك بالطريقه السليمه من البدايه. الموديل بيكون اسمه بالمفرد، الداتابيز التيبل اللي في الداتابيز بيكون بالجمع. طيب عشان ان انا انشئ موديل، اول حاجه امر انشاء الموديل موجود عندك هنا في على الدوكيومنتيشن، بيقول لك ان انت عشان تعمل جنريتنج للموديل كلاس مفروض اول حاجه ان انت بتكتب بي اتش بي ارتزين ميك موديل. عارف لغايه الحته دي مفيش فيها هبد، يعني ما ينفعش تهبط في الحته دي خالص. يعني لما اقول له بي اتش بي ارتزين ميك موديل لغايه الحته دي نو هبد، ما ينفعش انك تهبد فيها. طيب الهبد فين يا باشمهندس؟ الهبد بعد كلمه موديل. هنا انت بتسمي اسم الموديل بتاعك ايا كان اسم الموديل اللي انت عايزه تسميه. طيب احنا اتفقنا ان اسم الموديل بيكون مفرد واول حرف بيكون كابيتال، دايما انتبه للكلام ده كله، اول حرف بيكون كابيتال. طب باشمهندس نعم انا انسان كسول ورحت كاتبه سمول، ينفع ولا ما ينفعش؟ اقول لك ينفع عادي ما فيش مشكله، ولكن القواعد بتاعه الكونفنشن نيم حاول تلتزم بيها. طيب انا بقول له بي اتش بي ارتزين ميك موديل، هو عامل هنا فلايت، هو عامل هنا اكزامبل يعني بيقول لك طيران. طيب عشان تبقى انت فاهم قاعده من القواعد كده لو انت بتشتغل بالموديل، اول حاجه لازم تفهمها لو انت سميت اسم اي موديل بالمفرد هو بيعرف من نفسه ان قرينه في الداتابيز الجدول بتاعه بالجمع. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ انا النهارده على سبيل المثال جيت رحت قايل له بي اتش بي ارتزين ميك موديل، قلت له هنا فلايت، كلام جميل، هو هيفهم ان له واحد صاحبه في الداتابيز اسمه فلايتس، هو هيفهم كده. مش مهندس ازاي؟ اقول لك هو بيفهم كده في لارافيل. يعني اذا دلوقتي لو انا عملت موديل بالمفرد هو هيفهم ان الجمع بتاعه ده جدول في الداتا بيز. طيب خلينا النهارده ننشئ اول جدول معانا. طيب خلينا في البدايه، انا المفروض رحت على الداتا بيز بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها، عملت مشروع جديد سميته إليكوينت موديل. قلت لك طبعا ان انا في الدروس اللي فاتت لو تتذكر ان انا لما كنت اشتغل ب كل تابة كنت بعمل ليها مشروع خاص بي، فيفضل دايما ان انت تشتغل على كل مشروع بتابة خاصة بيها عشان في وقت من الاوقات لما تحب تذاكر او حب ترجع للشغل بتاعك يكون الامور عندك بالشكل السليم. تمام خليني بس افتح انا نسيت قبل الفيديو ان انا افتح البي اتش بي ستور، خلينا اقول له هنا open واجي على المشاريع بتاعتنا واقول له هنا انا عندي هنا الاليكوينت، هذا الاليكوينت موديل، واقول له هنا اوكي واقول له هنا موافق. تمام هنا دلوقتي هيفتح لي المشروع بتاعي، ليه ما فتحوش؟ نقول له هنا open بس نشوف ليه هو زعلان. انا كان المفروض افتح المشروع من الاول ولكن انا بس نسيت ان انا افتح المشروع، ولكن مفيش مشكلة. طيب خلينا اوقف بس الفيديو عمل على ما بي اتش بي ستور ما يفتح بس عشان ان احنا ما نعطلش الدنيا، وبعد كده نرجع نشغل المشروع بتاعنا ان شاء الله.
لكم مرة تانية كده. خلاص المفروض ان انا فتحت البروجكت الجديد بتاعي وسميته Eloquent Model، وده بالشكل ده عندي على الاديتور بتاعي، واتفقنا ان احنا ممكن تشتغل باي اديتور يعجبك، مش شرط تشتغل على البي اتش بي ستورم. طيب عشان ان انا ابدا انشئ اول موديل، اذا بالتالي انا لازم يكون عندي قاعدة بيانات موجودة جوه الداتابيس. طيب هروح على ملف الانف واعمل مثلا، ممكن نقول له هنا، خلينا مثلا نقول له احنا ممكن نسميها Eloquent مثلا، فيو Eloquent مثلا، ممكن على سبيل المثال يكون عندنا داتابيز اسمها Eloquent. طيب هروح رايح على الداتابيز بتاعتنا، اقول له نيو داتابيز. طبعا المفروض ان انت بتشغل الاباتشي بتاعك وبتشغل الداتابيز وخلاص، انت اتعلمت الحاجه دي وبقيت راجل محترف في الكلام ده كله. عندي هنا Eloquent موجود عندي اهوت الداتابيز بتاعتنا. طيب في البدايه عشان ان انا اشتغل سليم، بقول له بي اتش بي ارتيزن مايجريت، عشان ان انا انفذ المايجريت بتاعي عشان الجداول اللي هي باي ديفولت في لارافيل تنزل معايا في الداتابيز بتاعتنا. هنا في الداتابيز اهي نزلت والامور كلها تمام عندي والدنيا زي الفل. طيب عشان ان انا انشئ اول موديل هعمله في حياتي، بكتب الشكل ده، بقول له بي اتش بي ارتيسان ميك، واعمل نقطتين واقول له كلمه موديل. لغايه هنا الكلمه دي مفيش فيها تغيير ولا هبد من عندك. طيب ممكن اعمل هنا موديل مثلا، على سبيل المثال خلينا نشتغل بالطريقه بتاعتنا اللي احنا عارفينها، هنعمل موديل اسمه بوست مثلا عشان يكون عندي فيه بوستات هتكون موجوده جوه الداتابيس. طيب هعمل اول حرف كابيتال واقول له كلمه بوست واضغط انتر. في اللحظه دي قال لي ايه؟ قال لي موديل كرييتد سكسسفولي، يعني الموديل بتاعك انشئ بشكل سليم. طيب مش مهندس، انا لما بنشئ الموديل بتاعي بيكون مكانه فين او موجود فين؟ اقول لك بتروح على الاب، هتلاقي عندك حاجه اسمها موديلز، هتدخل جواها هتلاقي عندك اول موديل اتنشأ عندك هنا اسمه بوست. كده ده اول موديل عندي، حتى بيقول لي كلاس بوست اكستنتس للموديل بتاعي، هو عامل الاكستنتس، وطبعا دي ده كلاس جوه لارافيل اهوت ابستراكت كلاس لو انا ضغطت عليه. طيب لو انت بتستخدم البي اتش بي ستورم هتقف على الحاجه اللي انت عايزها، تضغط كنترول، يعني انت تضغط كنترول وتفضل ثابت وتضغط على اسم الحاجه عشان هو يبدا يشوف لك ايه الحاجه اللي بيعمل لها اكستنتس جوه لارافيل. طيب كده انا انشات الموديل بتاعي. طيب لو نتذكر باشمهندس ان انت في الدرس الاولاني قلت لي ان انا عشان اعمل موديل طبيعي جدا ان الجدول بتاعي في الداتابيز يكون اسمه بوستس، لان انا عملت موديل اسمه بوست، فبالتالي لازم عندي في الداتابيز يكون جدول اسمه بوستس، صح يا باشمهندس؟ اقول لك صح، باي ديفولت لارافيل بتفهم كده. طيب هروح اعمل بالشكل ده، اقول له بي اتش بي، ممكن نقول له مثلا هنا احنا عايزين نعمل جدول artisan make. طيب make، طيب عشان الناس اللي مش متذكره برضو ازاي نعمل جدول، طيب خلينا نرجع هنا نروح على الداتابيز، نروح على او اسف نروح على المايجريشن، خلينا نروح هنا على المايجريشن، كان فين في الداتابيز؟ احنا كنا فعلا في الداتابيز وكان عندي هنا حاجه اسمها المايجريشن، عشان بس تتذكر ايه اللي كان بيحصل عندي اهو. انا كنت بقول له بي اتش بي ارتيزان مايجريشن، لغايه هنا الكلام ده مفيش فيه هبد، وكان بيعمل هنا كرييت ويقول له هنا فلاجز ويقول له هنا تيبل. لو تلاحظ حاجه ان هو في المثال اللي هو عامله لي، هو كان عامل موديل اسمه فلاج، اسف عامل اسمه فلايت، كلام جميل يعني الطيران. طيب هنا هو عمل موديل او عمل داتابيز اسمها فلايتس اللي هي الطيرانات مثلا او جماعها، فانت لازم تنتبه من الكلام ده كله. فاحنا كل اللي علينا احنا عايزين الحته دي بس، احنا ممكن نيجي هنا هنقول له بي اتش بي ارتيزان مايجريشن، ونقول له هنا عندنا نضغط هنا نقول له كرييت اندرسكور، هنا نقول له بوستس اندرسكور تي. طيب ركز برضو في حاجة، أنا عملت موديل اسمه بوست وكان أول حرف كابيتال. طيب لما جيت أنشئ الجدول بتاعه كتبته بسمول عادي مفيش مشكلة، ديت حاجات لازم تلتزم بيها. طيب ونضغط هنا انتر. طيب كده دلوقتي بيقول لي
كرييتد مايجريشن، هيبدأ ينفذ لي المايجريشن بتاعي. قال لي ان انا نفذته. طبعا في المايجريشن بتاعي هروح رايح على الداتابيز، على المايجريشن هلاقي عندي هنا جدول اسمه بوستس. طيب لغايه الان الكلام جميل والدنيا زي الفل. طيب بس انت عملت الحاجه دي في كام خطوه؟ عملت الحاجه دي في خطوتين صح؟ عملت بي اتش بي ارتيزان ميك موديل بوست، وبعد كده رحت رايح قلت له بي اتش بي ارتيزان مايجريشن كرييت بوستس تيبل صح؟ اه كده انت عملت خطوتين، يعني انت انشأت الموديل الاول وعملت الايه الجدول في الخطوه الثانيه. طيب لارافيل بتحب ان هي تدلعك، بما انا بشتغل بفريم ورك فبالتالي طبيعي جدا ان انت تسهل عليا الدنيا صح؟ طيب خليني انا حذفت المايجريشن بتاع الجدول وهروح رايح على الموديل اعمل له حذف. طيب هل يا باشمهندس انا ممكن اعمل الكلام ده لكن في خطوه واحده؟ يعني انا انشئ موديل وانشئ كنترول، انشئ موديل وانشئ تيبل في نفس الثانيه بالظبط، هل ينفع ولا لا؟ اقول لك اه ينفع جدا عادي خالص. تعالى كده نروح على الايكوانت بتاعنا ونشوف فعلا الفور اكزامبل اللي هو عامله لنا. طيب بيقول لك ان انت هنا هتنشئ جدول اسمه فلايت. طيب بيقول لك ان انت لو انت عملت كلمه بي اتش بي ارتزين ميك موديل فلايت ورحت عامل شرطه مايجريشن، عارف ايه اللي هيحصل في اللحظه دي؟ اقول لك ايه اللي هيحصل في اللحظه دي. في اللحظه دي هو هيبدا ينشئ موديل وهيروح عامل الجدول بتاعه مباشره. طيب بيقول لك ان انت ممكن تكتب شرطه مايجريشن، او ممكن تكتب اللي هو داش داش حرف الام بس كده. طيب خلينا ناخد الجزئيه اللي هو قال عليها مثلا ونعملها، او ممكن بلاش خلينا نمشي على نفس الاكزامبل بتاعنا. طيب هنيجي نقول له هنا بي اتش بي ارتيزن ميك موديل، انا هعمل موديل اسمه ايه؟ اسمه بوست. كلام جميل. واروح اعمل مسافه شرطه حرف الام، او ممكن اكتب كلمه مايجريشن عادي. عايز تكتب كلمه مايجريشن كان به، عايز تعمل اول اختصار وتكتب حرف الام برضو كان به. في اللحظه دي عايز اقول لك هو بينشئ الموديل هينشئ الجدول بتاعه على طول. يلا نقول بسم الله. طيب انا عامل هنا معلش انا تمام، اسف جدا اسف جدا جدا. طيب عشان ان انا اكتب حرف الام، معلش انا بعتذر، عشان اكتب حرف الام فانا بالتالي هعمل شرطه واحده واقول له حرف الام، لكن لو عملت شرطتين لازم اكتب كلمه مايجريشن كامله. فانا دلوقتي هقول له شرطه واحده بس واقول له حرف الام واضغط اوكي. طيب لاحظ ايه اللي حصل، قال لي موديل كرييتد سكسسفولي، انا كريت لك الموديل بجد يا باشمهندس. تعال نروح على الاب، على الموديل، على البوست، كريته لي فعلا اهو ادى الموديل. طيب وراح قايل لي كمان ايه، بيقول لي كرييتد مايجريشن، انا كريت لك جدول واسمه بوستس يا راجل بجد يا باشمهندس. اه طب تعال نروح على الداتابيز، نروح على المايجريشن، هنلاقي في عندي جدول هنا اسمه بوستس، هو كريته لي اهوت الراجل، ما قصرش معايا وبالفعل كريته لي. اذا في اللحظه دي انا ممكن عشان انفذ امر الموديل ممكن اعمل الموديل لوحده واعمل الجدول لوحده، وممكن ان انا كمان اختصر الكلام ده كله واعمله في خطوه واحده بس، ان انا بقول له بي اتش بي ارتيزان ميك موديل واكتب اسم الموديل بتاعتي. لو عملت داش داش يبقى لازم اكتب كلمه مايجريشن، لكن لو عملت داش واحده بضطر بعدها اكتب حرف الام، هو بيبدا يفهم على طول. باشمهندس انا كان واحد صاحبي قال لي قبل كده ان انا ممكن اعمل الكنترولر كمان في نفس الثانية، يعني ممكن ان انا انشئ كنترولر وانشئ موديل وانشئ تيبل، صح ولا غلط؟ اقول لك صح، كلامك صح. تعالى كده في الاختصارات اللي لارافيل عاملها لك ومدلعك، يعني الراجل ما قصرش معاك خالص. بيقول لك ان انت هنا، وطبعا انا مش هتكلم على الحته دي خالص، عمليه الفاكتوري وعمليه السيدر مش هتكلم عنها دلوقتي نهائيا خالص قدام ان شاء الله عشان احنا لسه ما خدناهاش، لكن هتكلم عن جزئيه الايه الكنترولر. بيقول لك ان انت بتعمل جنريت موديل اند الكنترولر، ان انت بتقول له بي اتش بي ارتيزان ميك فلايتس، وبتعمل داش داش كنترولر او تعمل سي واحده. طب باشمهندس نعم، طب انا عايز اعمل الموديل واعمل الفيو، اسف جدا، عايز اعمل الموديل واعمل الداتابيز واعمل الكنترولر في نفس الثانيه، ايه اللي ممكن يحصل؟ اقول لك طيب ممكن تيجي زي الشاطر هنا كده، خلينا نحذف الكلام ده، انا برضو بحب اعلمك.
تعال هنا اقول له الموديل ونقول له نحذف الموديل ده. انا بقى في اللحظه دي يا باشمهندس عايز اعمل موديل اسمه بوست، وعايز اعمل جدول اسمه بوستس، وعايز اعمل كنترولر اسمه بوست كنترولر. اعمل الكلام ده في نفس الثانيه ازاي؟ اقول لك. طيب هتروح رايح تقول له بي اتش بي ارتيزان ميك موديل، ادي عندي الموديل اسمه بوست، كلام جميل. طيب ورحت عامل شرطه ام كده، انا عملت الجدول صح؟ اه زود بس لها حرف السي بس كده يا باشمهندس. اه تعالى نضغط انتر. في اللحظه ديت ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ينشئ الموديل، نشا الموديل بتاعي وبينشئ المايجريشن بتاع التيبل، وبقول لي كنترولر كرييتد سكسسفول. باشمهندس بجد يعني هو عمل الثلاثه في وقت واحد؟ اقول لك اه. طيب تعالى ادى الموديل اهو، ادى موديل البوستس، كلام جميل. طيب وادى الداتا بيز بتاعتنا في المايجريشن، عمل لي جدول اسمه بوستس، كلام جميل. طب لو رحت على هنا على الاب على الاتش تي تي بي على الكنترولر، هلاقي في عندي حاجه اسمها بوست كنترولر، هو انشاها لي بس انشاه لي فاضي صح؟ اه. طيب ادلعك اكتر؟ اه دلعني اكتر. انت ممكن عشان عايز تنشئ الموديل ده بس اسف الكنترولر ده ويكون من نوع ريسورس، شايف الامر انت عملته ده، هتزود حرف الار بس كده. يعني انت هتكتب بي اتش بي ارتزين ميك بوست ام سي ار يعني موديل، وتعمل كنترولر من نوع ريسورس اللي هو يعمل لي عمليه الكراد، يعني يجيب لي ابديت وانسيرت وديليت هو يحطها لي. عايز اقول لك ان كده لارافيل بتوفر عليك الجزئيه ديت كلها بالكامل في خطوه واحده. طيب باشمهندس لو عايز اعرف الكلام ده بشكل اكبر اعرفه ازاي؟ اقول لك كل اللي عليك، هو حاطط لك هنا الاختصارات بتاعتك اهيت. طبعا هنا الفاكتوري مش هنتكلم عليها، والسيدر مش هنتكلم عليها، وده الكنترولر بيقول لك انت تقدر تعمله، وعايز تقدر تعمل كنترولر وممكن تعمله من نوع ريسورس، وتقدر تحط له الريكوستس بتاعتك، او ممكن ان انت تختصر الكلام ده وتكتب سي ار سي ار ار بالكابيتال كده، هو يبدا يفهم. ده البوليسي مش هنتكلم عليه دلوقتي، هنسيبه لوقته. وده بيقول لي لو انت في وقت من الاوقات عايز تبدا تعمل الفاكتوري والسيدر والكنترولر وكل الكلام ده تقدر تعمله، او ممكن ان انت لو كتبت كلمه اول في اللحظه دي لارافيل هتفهم وهتبدا تعمل لك المايجريشن والموديل والفاكتوري والسيدر والبوليسي. بص ليله هتعمل لك الليله كلها عامه ده بشكل بسيط، او ممكن ان احنا نعمل هنا من نوع بيفت تيبل، وده لسه هنتكلم فيها ان شاء الله قدام في موضوع العلاقات باذن الله. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو اول مره تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان اقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.